مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من القاهرة. يوميا نتابع من خلال حلقات هذا البرنامج على الهواء مباشرة بإطلالة سريعة على آخر التطورات المصرية والعربية والعالمية. أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك، فكل عام وأنتم بخير. وتنفيذا لهذا الأمر الشرعي استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال لعام 1443 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد غروب شمس يوم السبت 29 من شهر رمضان الموافق 30 من شهر إبريل لعام 2022 من الميلاد، بواسطة لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية. وقد تحقق لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1443. وعلى ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الأحد الموافق الأول من شهر مايو لعام 2022 من الميلاد هو المتمم لشهر رمضان لعام 1443 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يوم الاثنين الموافق الثاني من شهر مايو هو أول أيام شهر شوال لعام 1443 من الهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا وقد تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، حيث توجه السلطان بالتهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار. من جانبه أعرب الرئيس عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه جلالة السلطان هيثم بن طارق، متمنيا للشعب العماني الشقيق كل الخير والتقدم. أيضا بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله سبحانه وتعالى على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير والبركات. كما بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر. أيضا بعث البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة بمناسبة حلول العيد. من جانبه هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وفي برقيته بهذه المناسبة عبر رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء الحكومة عن تقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات وأطيب التمنيات إلى الرئيس السيسي، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على رئيس الجمهورية بموفور الصحة والتوفيق والسداد، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. كما بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. أيضا تلقى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف اتصالا هاتفيا اليوم من بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداسة البابا تواضروس الثاني، هنأه فيه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربا عن تمنياته القلبية بأن يعيد الله هذه المناسبات على فضيلته وجميع المصريين بكل خير وتقدم واستقرار. نتحول في هذه الحلقة من برنامج من القاهرة إلى موضوع آخر، فتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستمرار تكثيف جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات التابعة لمجلس الوزراء للمساعدة في إنهاء معاناة المرضى وذويهم.
وتابع مدبولي جهود اللجنة خلال الشهر الفضيل في الاستجابة لنحو 486 حالة تم رصدها، شملت 179 قرار علاج على نفقة الدولة للفئات الأكثر احتياجا، وشملت أيضا 127 عملية جراحية وإصدار 20 قرارا خاصا بإجراء عمليات زراعة نخاع، إضافة إلى تنفيذ الإجراءات الطبية لنحو 90 حالة من مرضى الأورام مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ل 32 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة. استعرض اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في اجتماع مع عدد من مساعديه استراتيجية العمل الأمني في المرحلة الراهنة، وشدد الوزير على ضرورة اليقظة الأمنية ورفع درجة الاستعداد والانتشار الأمني المكثف لتأمين جميع المنشآت الحيوية والمهمة في الدولة خلال فترة عيد الفطر المبارك. عقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية، كما تم التواصل مع مدير الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية عبر تقنية الفيديو كونفرنس لاستعراض ثوابت استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية وما تحقق من أهدافها في شأن حماية أمن المواطنين. وزير الداخلية قدم التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة في شتى مجالات العمل الأمني وما تحقق من نجاحات بمختلف القطاعات الأمنية، مشيرا إلى أن الفترة الماضية قد شهدت تحديات ناجمة عن تداعيات الأحداث العالمية الجارية، وأن الجهود التي بذلت من قبل الأجهزة الأمنية بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة كان لها بالغ الأثر في تحقيق الاستقرار في الأسواق. وتابع مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية محاور خطط تأمين المواطنين خلال فترة العيد على كافة المستويات والأصعدة، وأطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة لفرض معطيات الأمن ودعائم الاستقرار بما يرسخ الوجه الحضاري للبلاد. وشدد وزير الداخلية على ضرورة اليقظة الأمنية ورفع درجة الاستعداد والانتشار الأمني المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة، وكذا تأمين المسطح المائي لنهر النيل وتأمين كافة وسائل النقل، كما شدد على تكثيف الانتشار الأمني بالميادين والشوارع والمقاصد السياحية والمتنزهات ودور السينما وأماكن تجمع المواطنين، وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات المرورية وعناصر الشرطة النسائية لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة، كما وجه بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات الثابتة والمتحركة، وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والمحاور لتقديم المساعدة للمواطنين وضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية. وفي إطار ضبط حركة الأسواق وجه وزير الداخلية بمواصلة الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجاري والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع لحماية المستهلكين والتصدي لمختلف الجرائم التموينية بخاصة محاولات حجب السلع بقصد رفع أسعارها. كما شدد وزير الداخلية على التواجد الأمني الميداني الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة سير الأداء الأمني والتأكد من انضباط القوات والتزامها بتنفيذ الخطط الأمنية على النحو الأمثل، كما أكد على أهمية مراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية والتصدي لكل ما يمس أمن وسلامة المواطنين وفقا للأطر القانونية، معربا عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم لحماية أمن المواطنين. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا السيد اللواء دكتور نبيل حسن أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة. أهلا بحضرتك سيادة اللواء نبيل. أهلا بحضرتك وأهلا بك. كل عام وأنتم بخير. وحضرتك والمصريين كلهم بخير يا رب إن شاء الله. نعم، لو تطلعنا على طبيعة التحديات الأمنية التي تواجهها وزارة الداخلية حاليا وطبيعة التكليفات التي تحدث عنها السيد الوزير في هذا الاجتماع المهم. والله حضرتك عارف ان الاعباء اللي بقت على وزاره الداخليه بتزداد يوما بعد يوم، وخاصه في المحنه العالميه اللي بيتعرض لها العالم كله بسبب الحرب الروسيه الاوكرانيه وضبط الاسواق والمسائل المتعلقه بالتموين وخلافه، الا ان احنا طبعا داخلين على ايام مباركه وعيد الفطر المبارك، فبتتوضع خطه امنيه لملاحظه الحاله بالنسبه للعيد
منها ضبط الاسواق، منها متابعه الحاله المروريه، منها ضبط الجرائم المتعلقه بالامن العام، وبالتالي بيبقى في جهود كبيره جدا بتبذل من ضباط الشرطه وافرادها في الفتره اللي بتسمى فتره الاجازات ما قبل العيد والعيد وما بعد العيد، لان طبعا حضرتك عارف ان الجمهور كله بيخرج للمنتزهات، بيخرج لاماكن الترفيه، وبالتالي بيبقى محتاج دايما تامين في الفتره دي. نعم، فترات الاعياد يعني بشكل عام من الناحيه الامنيه هل تشهد انخفاض في المشكلات الامنيه؟ والله حضرتك لا، هو بيبقى في بعض المشكلات الامنيه المتعلقه بالفتره دي تحديدا، يعني عارف حضرتك تواجد الشباب في الشوارع وتواجد الناس في المنتزهات احيانا بيخلق بعض المشاجرات، بيخلق بعض التشاحنات، وبالتالي التواجد اللي موجود في العيد من اجل ضبط مثل هذه المخالفات، ولكن الجرائم بتقل بقى، الجرائم اللي هي هنا السؤال فعلا، يعني هل تشهد هذه الفترة من الأعياد سنويا أو بشكل عام فترات الأعياد انخفاض في معدلات الجريمة بشكل عام؟ والله هو خروج من شهر كريم زي شهر رمضان، إضافة لأن هي مناسبة دينية، فبرضه بيبقى الجرائم العنيفة والجرائم اللي بنسميها زي جرائم الصقر وخلافه دي بتقل جدا نسبتها في الفترة دي، إنما في شك إن في جرائم أخرى زي المشاجرات، زي بعض جرائم البلطجة، زي بعض جرائم تعدي الافراد على بعضهم البعض دي بتبقى منتشره، وبالتالي التواجد الامني دايما بيبقى مهم عشان ضبط هذه الجرائم في وقتها يعني، فبتبقى في خطه امنيه موضوعه من قبل وزاره الداخليه عشان تعمل سيطره امنيه على المناطق اللي بيتواجد فيها الجمهور. نعم، لكن حضرتك لو تعطينا يعني نبذه عن طبيعه جهود كل الاطراف المعنيه بوزاره الداخليه في مثل هذه المناسبات. والله حاجه مديريات الامن طبعا، الساده مديرين الامن بيكلفوا ضباطهم، كل مديريه في منطقها بيبقى فيها تواجد امني في الاماكن اللي بيتواجد فيها الجمهور، شرطه المسطحات المائيه بتبقى موجوده في المجرى المائي بتاع نهر النيل وتامين المراكب السياحيه وتامين المنتزهات اللي على النيل، عند حضرتك برضو الامن العام بيبقى مكلف بضبط الامن العام على مستوى الجمهوريه، نفس الشيء بالنسبه لجهاز امن الدوله او الامن الوطني بيبقى متواجد في الاماكن اللي ممكن يبقى فيها خلافات او الى اخره، فكافه قطاعات الوزاره بتبقى مكلفه من خلال هذه الخطه بالتامين، مكلفه من خلال هذه الخطه كل منها بالدور المنوط بيها يعني. وبالنسبه للمواطن العادي هل من نصائح حضرتك يمكن ان تقدمها او يعني رسائل معينه للمواطنين بحيث يكون هناك نوع من المشاركة المجتمعية في حفظ الأمن؟ والله احنا بنقول المواطن العادي في مثل هذه المناسبة استمتع بالعيد في ما هو يسمى بالمحافظة على حقوق الآخرين، يعني استمتع بحقك، لك الحق في أن تستمتع بالعيد ولكن دون التعدي على الآخرين، دون ارتكاب جرائم أو مشاحنات مع الغير، وبالتالي هيبقى العيد إن شاء الله مناسبة طيبة ليك ولأسرتك وللي حوالينك، لأن دايماً بتتوقف حق الإنسان عند تعديه على حق الآخرين يعني. فترة عيد الفطر المبارك بإذن الله، هل ستشهد من وزارة الداخلية نوع من المشاركة مع المواطنين للاحتفال بالمناسبة؟ هل هناك مبادرات معينة مثلا من وزارة الداخلية؟ والله مجرد تواجد وزارة الداخلية في الشارع ده مشاركة ما فيش شك، لأن كون وزارة الداخلية بتأمني عشان أستمتع بالعيد فده معناه ان هي مشاركه، لان دايما بنقول ان وزاره الداخليه طبيعه عملها هو الاتصال المباشر بالجمهور بصفه مستمره لتحقيق امنه وتحقيق امن المواطنين وتحقيق امن الوطن وتحقيق امن الشارع بصفه عامه، وبالتالي التواجد دايما مستمر والعلاقه اصبحت طيبه جدا ما بين رجل الشرطه وما بين المواطنين، وتغيرت يمكن الصوره الذهنيه لرجل الشرطه في خلال الثلاث اربع خمس سنوات الماضيه، واصبح رجل الشرطه قريب جدا من المواطنين، وحضرتك عارف ان في شرطه نسائيه دلوقتي كمان بقت متواجده في الشوارع على طول عشان ممكن من جرائم التحرش والى اخره، فاصبحت العلاقه طيبه جدا ما بين رجل الشرطه وما بين المواطن المصري، ونتمنى في الفتره اللي جايه ان شاء الله انها تزداد، لان ده بيعود في الاخر على الدوله المصريه وعلى المواطنين جميعا باذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك وكل عام وانتم بخير سياده اللواء الدكتور نبيل حسن، استاذ القانون الجنائي باكاديميه الشرطه. نتحول الى موضوع اخر، حيث اعلنت وزاره الصحه والسكان ان متوسط عدد الاصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 46 إصابة، وذلك خلال الأسبوع الماضي ضمن إجراءات التقصي والترصد التي تقوم بها وزارة الصحة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
ولفتت إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ 5 حالات وفاة جديدة. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار أن متوسط عدد المتعافين اليومي من كورونا بلغ 62 متعافية. مصر أدانت التفجير الذي استهدف مسجدا في العاصمة الأفغانية كابول والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. تقدمت مصر في بيان لوزارة الخارجية بالتعازي إلى أفغانستان وأسر ضحايا تلك العمليات الإرهابية، وأكدت مصر مجددا أهمية تضافر الجهود من أجل مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف بجميع أشكاله وصوره. تقوم رابطة العالم الإسلامي بجهود كبيرة للعمل على مواجهة الكراهية والتطرف على مستوى العالم والمشاعر المعادية للإسلام، وذلك باستخدام وسائل التواصل الحديثة باعتبارها إحدى أدوات الإعلام وقوة ناعمة تصل إلى الملايين. وأكد الدكتور محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي أن إطلاق حملة نبذ الكراهية جاء لمواجهة استخدام المتطرفين لمواقع التواصل الاجتماعي في نشر أفكارهم وتجنيد الشباب، مشيرا إلى أن تلك المنصات الإلكترونية أثبتت أنها أداة قوية لمواجهة الشر والكراهية حول العالم. ينضم إلينا هاتفيا مسلمز. They face personal abuse, threats, and physical violence, all fueled by content spread through social media. Social media cannot be the incubator. Join us in our campaign to reject hate in all forms. Help us create a more peaceful and tolerant world. معنا هاتفيا السيد الأستاذ محمد طلبة الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك أستاذ أحمد وأهلا بكافة المستمعين. يعني أولا يعني كيف تعلق على تكرار مثل هذه العمليات التي تقع في أفغانستان؟ هو بالتأكيد طبعا ده نوع من الصدام مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومع طبيعة الإسلام الذي يدعو دائما للسلام وإلى نفس الكراهية. بالتأكيد هذه الجماعات يعني معانيه الجميلة الداعية إلى نبذ الكراهية، وإن كنت أنا أستبعد دائما حسن النية في مثل هذه المسائل، بل هي أعتقد أنها مؤامرة منظمة على الإسلام وعلى صورته. ما هي أهدافها؟ نعم، ما هي أهدافها؟ أهدافها بالدرجة الأولى الإساءة لقيم الإسلام القائم على التسامح والمحبة وتكامل الحضارات ونبذ الكراهية. أنا متأكد تماما أنه ده هدف أساسي بالنسبة لهم. والهدف الثاني بالتأكيد محاولة تطويع الإسلام لأغراضهم الدنيئة، ومنها على الأقل قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الجانب الثالث، أنا أتصور أن هذه الجماعات هي مجرد أدوات وقطع شطرنج تحركها أجندات معادية للإسلام وللعالم الإسلامي، وتحاول دائما وضعه على طرف تصريح ساخن. وأنا أتمنى أن تنهض كل المؤسسات لمواجهة مثل هذه الجرائم التي لا أبرئها إطلاقا من الهدف الأول اللي حضرتك عنه، وهو الإساءة للإسلام وتقديم المسلم في صورة الإرهابي الذي لا يعتد إطلاقا بأن يحقق أهدافه ولو على حساب الإسلام نفسه. هل ترى حضرتك بالفعل أن هذه الجماعات وتسخرها لتنفيذ أجندتها الخاصة؟ شوف، هي لا تتورع إطلاقا عن استخدام كل الوسائل بشكل ميكيافيلي، ودائما يرون أن الغاية تبرر الوسيلة. لكن بالتأكيد هناك ضحايا كثيرة لهذه العمليات، منهم من يستهدف بهذه العمليات، ثانيا استقرار الدول الإسلامية وتعطيل
طريقها للنهوض وللنهضة ثالثا. وبالتأكيد كما قلت لك لو هتلاحظ انه الاسلام عندما انتشر في افريقيا انتشر بسلوك التجار الذين كانوا يجسدون روح التسامح. والان هم يسيئون لهذا الرصيد الذي نجع فيه العالم الاسلامي. ونذكر في هذا الاطار دور الازهر كمؤسسه يعني قدمت الكثير للعالم سواء في افريقيا او في اسيا، وكذلك المنظمات الاخرى الناهضه مثل رابطه العالم الاسلامي الحقيقه التي تشهد في الوقت الحالي نهضه فكريه تقوم على يعني محاوله حمايه الاسلام من هذه الافكار الكريهه والمقززه. والحقيقه انا نعم. يعني في هذا لكن استاذ محمد يعني الضحيه في الهجوم هنا هو طرف اسلامي ايضا، هو مسجد يعني. كيف تفسر هذا أن الجاني مسلم في رأيك والمجني عليه أيضا مسلم؟ يعني أنا طبعا لا أستطيع التشكيك في إسلام الجاني، لكن وطبعا ولست بمعرض يعني أليست الأزمة أساسا هي يعني سببها بنيوي داخلي مرتبط بطبيعة الدولة وظروفها، خاصة مع التحول الذي شهدته على مدار العام الماضي برحيل القوات الأمريكية مثلا؟ نعم ده صحيح كلام حضرتك صحيح جدا. وانا اتصور انه حتى لو نظرنا الى العمليات الارهابيه سواء في افريقيا او في الفتره السابقه كانت في مصر او في المملكه العربيه السعوديه، هنجد دائما ان هناك من هو مستفيد من هذه العمليات طرف ثالث دائما هو الذي يحرك مثل هذه المسائل ويستخدم هؤلاء. يعني اقل ما يمكن ان يوصفوا به هو الجهل والغباء في التعامل مع القيم الإسلامية لصالحه وضد استقرار العالم الإسلامي وتعطيل طريقه للنهضة. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد طلبة الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية. أعلنت هيئة الطاقة الذرية أن علماء البحوث الزراعية في الهيئة بدأوا في حصاد إنتاج حقول طفرات القمح الجديدة التي زرعت بموقع الهيئة في أنشاص، حيث قام فريق العلماء في الهيئة باستنباط عدد من طفرات القمح عالية الإنتاج. وذكرت الهيئة أن بعض الطفرات الجديدة تتحمل الزراعة في الأراضي الملحية والبعض الآخر يتحمل ظروف نقص المياه، هذا جيد جدا طبعا. كما أن معدل الزيادة في الإنتاج يتخطى 4 أطنان للفدان بزيادة بنحو طن تقريبا عن الأصناف المصرية التقليدية. وأشارت الهيئة التي تسعى لتسجيل الطفرات الجديدة بوزارة الصحة إلى أن هذه الطفرات المستنبطة تتميز بأنها مبكرة في إنتاجها، حيث تستغرق فقط 140 يوما من بدء الزراعة حتى الحصاد، كما أنها ذات صفات حبوب ممتازة تحتوي على نسبة تصافي عالية. هنا السؤال، هل سيتم التوسع في هذه النوعية من القمح؟ هذا هو السؤال الذي ينتظر الإجابة. نتحول إلى موضوع آخر وهو ترقب المصريين لعيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير. وهو ترقب طبعا يكون مرتبطا بالإقبال الكبير الذي تشهده محلات بيع الحلويات لشراء كعك العيد باعتباره عادة أصيلة في المجتمع المصري تضفي أجواء من البهجة والسعادة على أجواء الاحتفال بالعيد. كعك وبسكوت العيد التي تعطر رائحتها أغلب الشوارع المصرية عادة وتقاليد تمسك بها المصريون منذ القدم، والتي لولاها ما عرف المصريون طعم العيد الذي يأتي كل عام بمنتجات جديدة يتفنن فيها الصناع. حالة من الفرحة والسعادة تشهدها الشوارع المصرية في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وأبرز مظاهر تلك الفرحة التجهيز لمخبوزات وكحك العيد كما يطلق عليه المصريون في المحلات والمخابز المختلفة، وداخل أحد مخابز وسط المدينة لخدمة الجمهور الذي يتم تجهيز أشهى وأجمل كحك وبسكوت عيد الفطر المبارك، وذلك قبل أيام قليلة من استقبال الأهالي للعيد هذا العام. وكما رصدت الكاميرا عمليات تجهيز مخبوزات وكحك العيد المختلفة. الأسرة بقى الحاجات اللي متعودين احنا عليها كل سنة، ودي بقى يعني عادة واحنا اتعودنا عليها خلاص يعني. الطبق الأهم والأبرز خلال الاحتفال بأيام عيد الفطر المبارك هو الكحكة، وأنه خلال السنوات الماضية تحولت الأسر لشراء كحك العيد جاهزا، والبعض يفضل أن يقوم بعمله في المنزل.
اساسي طبعا الكحك والبسكويت والبديفور وده اساسي، والاطفال اصلا بيحبوا الحاجات دي وبيعشقوها، والعمايل والتكوس. يعني انا بعمل بديفور في البيت، بس الكحك والبسكويت لازم نجيبه منين. كما اتاحت المخابز طريقه اخرى للتسهيل على المواطنين، وذلك باحضار المواطن المواد الخاصه بصناعه الكحك والبسكوت ويتم صناعتها بالمخبز. واللي عايز يعمل من بيت بيجيب سمنه بلدي وبيجيب زبده ونعملها له حضرتك، لو هو عايز سمنه بلدي من عنده، واحنا بنعمل منتجات بالسمنه البلدي، بس هو ايه على حسب العرض اللي بره، هو عايز يجيب الحاجه ويعملها بنعملها له، احنا عايز نعمل حاجه كلها من عندنا بنعملها له كلها من عندنا. الاطفال بتفرحوا بيفرحوا لما بيعملوا الكحك والبسكويت. مشهد النساء والرجال والأطفال المصطفين أمام المخبز لاستلام منتجاتهم، وذلك عبر كراتين أعدوها للمحافظة على المنتجات والانتقال بها إلى المنازل. الأول كان الأول استجاط وبتاع بتتشال، كانت الحاجة بتتنزر. النهاردة لما أعمل حاجتي وأحطها في الكرتونة من قلب الفرن، أنا هروح عيالي هياكلوا ومستريحين. لازم يصحوا من النوم يلاقوا الكحك والبسكوت، إلا كده ما يحسوش بالعيد. من أبرز الشواهد على أن صناعة الكحك صناعة مصرية قديمة منذ ما قبل التاريخ، فإن هناك صورا مفصلة لصناعة كحك العيد في مقابر طيبة ومنفى، من بينها صور على جدران مقبرة الوزير رخمي راعة من الأسرة 18. رمضان المطعني، النيل. إذن كل عام وأنتم بخير. كان هذا تقريرا عن استعدادات المصريين لاستقبال عيد الفطر المبارك.